وسهلا ومرحبا بكم، ونحييكم بتحية الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم دائما بالخير واليمن والبركات. نرحب بكم أجمل ترحيب في هذه المحاضرة الثانية من برنامج ابدأها صح مع هيئة تنمية المجتمع في دبي. نشكر لهم هذا الحراك الثقافي الجميل، ونتمنى لهم إن شاء الله دائما التوفيق والنجاح والسداد، ونشكر الصوت مبعالي. أوكي صوت طيب. طبعا نشكر لكم حضوركم جميعا. اليوم إن شاء الله راح نتكلم عن الجزء الثاني من الحوار بين الزوجين. راح نتكلم عن الجزء الثاني بين الحوار بين الزوجين. رجاء بس خبروني إذا الصوت أوكي ولا لا، إذا الصوت واضح ولا لا. الصوت لو سمحتوا واضح عندكم؟ طيب نبدأ إن شاء الله من حيث انتهينا في الأسبوع الماضي، أو الجزء الأول من فن الحوار مع بين الزوجين. واليوم إن شاء الله راح ناخذ بعض الأساليب الجيدة في الحوار. في الجزء الأول نحن بينا معنى الحوار وأهمية الحوار وكيف يكون الحوار بين الزوجين، وقلنا أن الحوار هو نوع من أنواع التواصل بين البشر، ولا سيما بين الزوجين. ولما كان هذا الحوار هو نوع من التواصل، فوجب أن يكون هذا التواصل له أسس واستراتيجيات معينة للتعامل معه، بحيث يستطيع أو تستطيع أن تجذب الشخص الذي أمامك. وخصوصا نحن نتكلم عن الزوجين أو عن الزوج والزوجة وأهمية الحوار بين الزوجين. لماذا الحوار مهم بين الزوجين؟ نحن نلاحظ بعض الأحيان لما يكونون أصدقاء مع بعضهم البعض، تلاحظ أن يعني يكون بينهم هذا الحوار، الحوار يكون خفيف جميل، يعني مبسوطين مع بعضهم، ما في نقاش حاد، ما يكون النقاش حاد بين بعضهم بعض. لكن لما يكون بين الزوج وزوجته يكون نوع من النفور، نوع من يعني عدم التقبل من الطرفين، ما نجد هذا الاستمتاع بالحوار بين الزوجين. لماذا؟ ما هي الأسباب؟ طبعا الأسباب كثيرة، ولكن قد يكون أهم هذه الأسباب أن كل واحد من الزوجين يرى أنه هو صح وأن الثاني خطأ، وأنه وجب على مثلا الزوجة أن تسمع كلام زوجها، وأن على الزوج أن يسمع كلام زوجته. فأصبح مسألة الحوار والنقاش بين الزوجين صعبة، ودائما يتجنبون الحوار، دائما يعني لا يحبون أن يجلسوا مع بعضهم البعض. لماذا؟ لأن الحوار يأتي بتفاقم المشكلة، هم في رأيهم هكذا، الحوار يأتي بالصدام، الحوار يأتي بالفوقية، الحوار يأتي بعدم التقبل، الحوار يأتي بالطلبات الزائدة. هكذا هو الفكر بين الزوج والزوجة، يعني وخصوصا أن بعض الأزواج هداهم الله يعتبر أن الزوجة ملك له في البيت، وبالتالي ما دام أن هذا الحاج ملك له فتمنع من أن تحاور الزوج، أو يمنعها الزوج من أن تحاوره
ويبقى رأيه هو السائد، يعني رأي الزوج هو السائد في البيت، ويمنع على الزوجة أن تتحاور مع الزوج، خصوصا إذا كان هناك نوع من الطبقية، سواء كانت الاجتماعية أم العلمية أم الثقافية أم يعني في هذه المناحي. بمعنى أن إذا كان الزوج من يعني طبقة عالية والزوجة أقل منه طبقة اجتماعية، فترى الزوج بعض الناس وليس الكل، أنا لا أعمم ها عشان ما حد يقول والله أنت تعمم على الجميع، لا أنا ما أعمم، لكن أقول البعض والأغلبية وليست القلة، الأغلبية يرى أن ما دام هو من هذه الطبقة فيجب على الزوجة أن تحترمه، يجب على الزوجة أن تسمع كلامه، يجب على الزوجة أن تأخذ برأيه، يعني هذا الفكر. ولو كانت هناك طبقية علمية بمعنى أن الزوج أعلى علما، شهادته أكبر من شهادة المرأة أو من شهادة الزوجة، أقصد الشهادة العلمية، مثلا الزوج عنده مثلا دكتوراه، الزوجة عندها ثانوية عامة، فترى أن الزوج يعامل هذه الزوجة وكأنها يعني كأنه هو يملك الدنيا بما فيها، وبالتالي هو الملك، فلا بد أن يطاع، لا بد أن يسمع كلامه، لا بد أن يؤخذ برأيه. والعكس صحيح، هناك كذلك بعض الزوجات وللأسف الشديد ترى في زوجها أقل منها، سواء كان علما، ثقافة، منزلة، منصبا، اجتماعية، كل هذه الأمور قد تراها الزوجة أن زوجها أقل منها، وبالتالي لا تأخذ برأيه أو لا تحاوره أو لا تستمع له، لأن تجد أن هي الصح وهو الخطأ. هذه المفارقات التي تحدث بين الزوجين تجعل هناك عدم توافق في الحوار، تجد عدم توافق في الحوار، مع أن الزواج نفسه يلغي كل الفروقات. يعني ما في الزواج عندنا يقول لك والله الدكتور لازم ياخذ دكتورة، والطبيب لازم ياخذ طبيبة، والمدير لازم ياخذ مديرة، وهكذا. لا، الزواج يلغي الطبقية، ما في هذه الطبقية، لا توجد، تحدث هذه المعرفة الطبقية تحدث بعد الزواج، بعد ما نكمل سنتين ثلاث سنوات، يعني يأتون الأولاد في البيت ويكبر البيت وتكبر المصاريف وتكبر الطلبات وتزيد، هنا يدخل هذا الموضوع، لا والله أنت كذا لازم أنا كذا، فتحدث هذه الفروقات. هنا لابد من مسألة مهمة جدا، وهي فهم الطرف الآخر لأمامك. علشان أتحاور مع الشخص اللي أمامي لازم أفهم هذا الإنسان شو هو، شو المفاتيح لهذا الإنسان، على أساس أني أقدر أني أنا أتحاور معه بسهولة. فلذلك عملية الحوار من المهم جدا أنك تعرف الإنسان اللي أمامك هذا شو مفتاحه، على أساس أنك تقدر تتحاور معه بالطريقة الصحيحة. للأسف كثير من الأزواج ما يعرف مفتاح الزوج الآخر، وبالتالي ما يعرف كيف يعني ما يعرف كيف يعني يأتي بالفكرة أو يمهد للفكرة أو يسوق لفكرته على أساس أنه يطرحها. هو عنده شغلة واحدة، أنه إذا قال يجب أن يطاع فقط، إذا تحدث يجب أن يسمع فقط، ما عنده مهارة التسويق، وهذه أولى المهارات اللي لازم كل واحد فيكم يفهمها ويعرفها. أنت الآن إذا بتروح تبيع سلعة، إذا بتبيع سلعة، إذا ما كان عندك فن التسويق والدعاية والإعلان، ما راح تتوفق بطريقة طيبة في بيع هذه السلعة، فلذلك الحديث مع الآخر كذلك له تسويق وله دعاية وله إعلان قبل طرحه،
يعني قبل أن تطرح الفكرة فيجب أن تسوق لها جيدا وأن تعلن لها جيدا وأن يعني تكون لديك القدرة والمعرفة على كيفية طرح هذه الفكرة. هذه أولى الأساسيات يا أخوان والأخوات حضورنا الكريم، أرجو أن تسجلوها عندكم، وهي كيف تسوق لفكرتك قبل الحوار، وهو ما يسمى بالتمهيد. في عندنا نحن في الحوار، وهذه كذلك أرجو أنكم تسجلونها، في عندنا حاجة يسمونها الاستهلال. الاستهلال شو يعني الاستهلال؟ الاستهلال معناته أنك لا تأتي هكذا فجأة وترمي ما لديك من أقوال. ما في صوت؟ الصوت واضح يا أخواني يا أخوات، رجاء خبروني. شكرا جزيلا. الصوت واضح؟ خبروني لو سمحتوا الصوت، بس الصوت واضح. طيب، إذن عملية التسويق مهمة جدا، ونبدأها بما يسمى بالاستهلال. شو يعني الاستهلال؟ يعني نحن الآن نعطي مثال بسيط. لما أنت تأتي لجماعة معينة أو تكون مع أو تلتقي بصديق، تمام؟ أول حاجة تلقي التحية. التحية هذه هي الاستهلال، هي مفتاح الباب للحديث مع الطرف الآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هذه تسمى الاستهلال في الحديث مع الطرف الآخر. طيب، أنا لما أبدأ حديث أو حوار مع زوجتي، تمام؟ شو الكلام اللي المفروض أني أقوله قبل ما أطرح الفكرة أو قبل ما أطرح الحوار؟ وأنت كذلك يا زوجة، الكلام أو الاستهلال اللي تقولينه قبل ما تطرحين الفكرة لزوجك؟ ترى كثير من الأزواج للأسف يغفلون عن هذه النقطة، كثير من الأزواج يغفلون عن هذه النقطة، وهي فتح الباب. فتح الباب، طيب بعد فتح الباب شو يأتي؟ هل نقول الفكرة مباشرة؟ لا، عندنا الاستهلال وعندنا المقدمة. بعدنا ما قلنا الموضوع، ها؟ عندنا المقدمة، والمقدمة هي شيء بسيط أو نبذة بسيطة أو مفتاح أكبر للحوار من الاستهلال. مفتاح أكبر من الاستهلال للحوار. إذن عندنا أول حاجة الاستهلال، ثم المقدمة وهي بعض الكلمات الطيبة الجميلة الرائعة المحببة إلى قلب الطرف الآخر، علشان أقدر أفتح كل الأبواب المغلقة. ولا لا تفتح الأبواب المغلقة إلا بالكلمة الطيبة. هذه خذوها قاعدة، الأبواب المغلقة في القلب لا تنفتح إلا بالكلمة الطيبة. إذن عليك باختيار الكلمات الطيبة الجيدة المحببة الرائعة المفهومة، مبتعدا عن كل الكلمات التي من شأنها أن تغلق القلوب، وأعتقد الكل يعرفها. ابتعد عن الكلمات التي تغلق القلوب، الكلمات، ابتعد عن كلام الأمر، افعل، هات، خذ، ابتعد عن كلام الأمر. لا تجعل حديثك مع الطرف الآخر فوقي، من الأعلى للأسفل. لا تجعل حديثك مع الطرف الآخر في الحوار فوقي،
يعني وكأنك أنت في الأعلى والثاني في الأسفل. النفس لا تتقبل، النفس لا تتقبل. إذن الاستهلال ثم المقدمة، وقلنا في المقدمة هي كلام جميل منمق رائع طيب محبب، ندخل من خلاله أو ما نريد أن نتحدث فيه، وهو العنوان. يعني أنا أبغي أتحدث عن إيش بالضبط؟ عن شو أبغي أتحدث؟ يعني مثلا نعطي مثال، لو زوجة تريد من زوجها فلوس، جميل هذا المثل، تمام؟ تبغي من زوجها فلوس. بعض الزوجات شو تسوي؟ تسوي له تليفون، فلان تراني اليوم ساير المكان الفلاني، طرش لي فلوس على البنك. هذا أسلوب خاطئ، هذا أسلوب خاطئ وليس أسلوب حوار. طيب ما هو الصح؟ الاستهلال أول حاجة. السلام عليكم ورحمة الله أبو محمد، كيف الحال؟ شو أخبارك؟ طيب إن شاء الله. سامحني على الإزعاج، يمكن متصلة في وقت غير مناسب لك، أنا أعتذر جدا. هنا صار نوع من السهولة والميوعة في الحديث، ما عندك مشكلة. تفضل يا أم فلان، شو بغيتي؟ والله يا أبو فلان يعني أنا عارف أنك كريم وأنك إنسان رائع وإنسان مميز، ونحن مالنا غيرك ولا نستغني عنك، وأنت أبونا وأبو البيت كامل. أنا محتاجة بعض المال، إذا عندك جزاك الله خير، ما عندك ممكن وقت ثاني، ما في مشكلة، إلا إذا متوفر عندك شيء جزاك الله خير، غير متوفر إن شاء الله الأمور طيبة وممكن في وقت آخر. هنا عملت عملية استهلال وعملية مقدمة وعرض للموضوع وخاتمة كذلك. يعني الحوار يحتاج منا إلى 4 مهارات رائعة طيبة مميزة مهمة جدا في الحوار، وأرجو أنكم تسجلونها وتحفظونها في حياتكم، وهي الاستهلال مثل ما قلنا، ثم المقدمة، ثم العرض، ثم الخاتمة، ثم الخاتمة. طيب تحدثنا عن المقدمة والعرض. العرض يعني عرض الموضوع، أنت شو تبغي تتحدث في إيش، في ماذا تريد أن تتحدث، تعرض موضوع. والله أنا أريد كذا وكذا 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 بطريقة طيبة وسهلة وممتعة، ثم بعد ذلك تختم. إذا وافق لك على الشيء وعطاك وقالك والله حاضر إن شاء الله اللي تامر فيه، جزاك الله خير، الله يبارك فيك، أحسنت، ما قصرت، والله إنك زوج رائع، وأنا أكرر اعتذاري إذا أزعجتك في هذا الوقت. هذه الخاتمة. بعض الناس هذا الكلام يراه ثقيل عليه، بعض الناس يراه ثقيل ما يقدر يتكلم. ليه؟ لأنه ما عود نفسه، ما عود نفسه على هذا الشيء، وبالتالي عندما يعني يحاول أن يتحدث بهذه الطريقة يرى أمر صعب عليه، يرى أمر صعب. لا، الأمر بسيط. يعني أنت لاحظ لو صديق لك، يعني راح تطلب شيء من صديق لك، كيف راح تتعامل وياه؟ كيف والله وبالله ستقدم هذه الأربع أشياء وأنت شبه، آسف يا الكلمة، شبه ذليل، صح ولا كلامي منطقي ولا لا؟ لما تتكلم مع صديقك وتريد منه حاجة، بتسلم عليه وبتشكره وبتستأذن منه وبتعتذر منه وبتقول والله أنا آسف وسامحني يا فلان، ترى أنا ها، كل هذه الأمور راح تطبقها أثناء حديثك مع صديقك. طيب لماذا لا تطبقها مع زوجتك في البيت، مع أولادك في البيت؟ ليه؟ لأن مثل ما بدينا بداية الحديث قلنا أن كل واحد من الزوج والزوجة يرى أن لابد أن يسمع كلامه، لابد أن يسمع كلامه داخل البيت. ها، وهذه إشكالية، هذه إشكالية عندما يرى الإنسان نفسه أنه هو الصح والآخر خطأ، أنه هو المسيطر والآخر غير مسيطر، وهكذا. هنا تحدث إشكالية بين الزوج وزوجته
ولا يتمتعان بلذة الحوار. ترى الحوار يا أخوان يا أخوات والله إلى لذة حديث، والله سبحانه وتعالى يعني أعطانا استراتيجية وأعطانا أمر في هذا الموضوع. الله سبحانه وتعالى يقول وأمرهم شورى بينهم. شو يعني شورى؟ يعني أخذ وعطى، أشاور ويشاورني، ها؟ وأمرهم شورى بينهم، نتشاور في شيء معين. الحوار هو أن نتشاور فيما بيننا في أمر يخص العائلة أو يخص البيت أو يخص الذات، ذات الإنسان، ذات الزوج، ذات الزوجة، يتفاهمان على شيء معين يخصهما، هذا هو الحوار. فلذلك يا إخواني أخوات أرجو أن تحفظوا هذه الأربع أمور، أعيدها مرة ثانية. أولا الاستهلال وهو الافتتاحية في الحديث مع الطرف الآخر، ثم المقدمة وهو موضوع الحديث عن ماذا سوف تتحدث، ماذا تريد، ثم العرض أو عرض الموضوع الذي ستتحدث به، ثم الخاتمة، ثم الخاتمة وهو الشكر والثناء على هذا الإنسان. تمام؟ هذه أربع أمور أرجو أن تسجلوها وتحفظوها جيدا. طيب، هناك بعض الأساليب المهمة جدا للحوار. أولى هذه الأساليب هو الإنصات. الإنصات، يجب أن تنصت بكل جوارحك لمن يخاطبك، يجب أن تنصت بكل الجوارح لمن يخاطبك، هذا دليل على الاحترام. طيب كيف يعني كل جوارحي؟ يعني إذا كنت لاهي أو مشغول بشيء معين، تليفون مثلا، انترنت، متابعة البرامج ومواقع التواصل الاجتماعي، وأنا قاعد الآخر يكلمني، هذا قلة احترام، هذه اسمها قلة احترام للطرف الآخر. وبالتالي وجب عليك أن تلغي كل شيء أمامك أثناء حوارك مع الطرف الآخر. الله سبحانه وتعالى قال في محكم التنزيل مخاطبا المؤمنين فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. ليش؟ شو السبب؟ السبب لمعرفة المعنى، للتحقق من المعنى، لفهم المعنى. إذن رقم واحد من أساليب الحوار الجيد هو الإنصات، ومعنى الإنصات أن تكون تنصت أو تسمع بكل جوارحك، بكل جوارحك، يعني تمنع أي شيء ممكن يؤثر على سمعك أثناء حديثك مع الطرف الآخر. هذا رقم واحد. رقم اثنين، الهدوء عند النقاش. الهدوء عند النقاش، كيف يعني الهدوء عند النقاش؟ يعني عندما يحتد الكلام أو تكون النبرة عالية قليلا فأنت اهدأ، يعني لا ترفع صوتك. خذ رقم واحد، لا ترفع صوتك، لا تتكلم بكلمات نابية، لا تتكلم بكلمات نابية، كن دائما على قدر كبير من الفهم للشخص اللي أمامك، خليك إنسان هادئ في الحوار، لا ترفع صوتك، لا تصارخ، لا تغضب، لا تزعل، ابتعد عن كل هذه الأمور. طيب قد يأتي شخص يقول لك يا أخي أنا يعني إنسان من لحم ودم، ممكن يعني شخص يتكلم معاي بطريقة ما تعجبني، بطريقة يعني استفزازية، شو أسوي وياه؟ طيب إذا يعني جاك شخص بهذه الطريقة يتحدث معك بهذه الطريقة وكنت أنت الأهدى، السؤال هل أنت ضعيف أم قوي؟ أتمنى الإجابة. هل أنت لما تكون أنت هادي وهو يزعق
أو حديث عالي، من الضعيف فيكم أنت أم هو؟ يلا خلونا نتحاور مع بعضنا بعض، شو رأيكم؟ من القوي ومن هو الضعيف؟ الهادي أقوى، جميل، الهادي هو أقوى. طيب ما دام أن الهادي هو أقوى، لماذا لا نهدى؟ لماذا لا يكون عندنا هدوء أثناء الحديث مع الطرف الآخر؟ إذن رقم 2 في الحوار، نحن قلنا رقم 1 هو الإنصات، ثم رقم 2 الهدوء أثناء النقاش. لا ترفع صوتك، وخلك دائما إنسان هادئ أثناء حوارك مع الطرف الآخر. تجنب أثناء الحوار من الأساليب، أو من أساليب الحوار، تجنب تبادل الاتهامات، تجنب تبادل. إذا قدرت أهدي أعصابي يعني أنا قوي. نعم 100%، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ليس الشديد بالسرعة، ولكن الشديد من يملك نفسه عند الغضب. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. كظم الغيظ هذا هو اللي يقدر يسيطر على نفسه، الإنسان الهادئ، الإنسان الهادئ، هذا هو معنى كظم الغيظ. إذن كلما كنت تستطيع أن تسيطر على أعصابك وعلى صوتك فأنت إنسان قوي مش ضعيف. الضعيف هذاك الإنسان اللي قاعد يصرخ ويرفع صوته ويتكلم كلام عالي، هذا الإنسان الضعيف. أما الإنسان القوي لا، هو دائما الإنسان الهادئ اللي يقدر يفكر صح، لأن الغضب يذهب بالعقل، الغضب والزعل يذهب بالعقل فلا تستطيع أن تفكر. أما الهدوء والتركيز فيعطي أفكار إيجابية في كيفية التعامل مع الحدث. واضح؟ طيب إذن رقم 3 تجنب تبادل الاتهامات بينك وبين الطرف الآخر. بمعنى زوجتك قالت لك أبي حاجة، هي أنت دوم تصرفين، أنت مسرفة، أنت دائما تصرفين الفلوس، أنت ما تحافظين على فلوس البيت، أنت مش دائما. ابتعد عن الاتهامات. وانت كذلك يا زوجة، انت دوم ما تعطينا، انت بخيل، انت تصرف فلوسكم في شيء غير مفيد، انت وانت. ابتعدوا عن التهديدات، ابتعدوا عن التهديدات او الاتهامات، ابتعدوا عن الاتهامات. لا يعني تتهم الطرف الاخر باي اسلوب كان، ابتعد عن الاتهام. قلنا 1 الإنصات، 2 الهدوء أثناء النقاش، 3 الابتعاد عن التهديدات، الابتعاد عن التهديد. جزاك الله خير يا دي اكس بي، مع الرجل امرأة، لكن جزاكم الله خير على المتابعة. دي اكس بي دوت 1100. اوكي. اذا رقم 3 الابتعاد عن التهديدات، لا تهدد، عفوا الابتعاد عن الاتهامات، لا تتهم الطرف الآخر، أنت مسرف، أنت تصرف فلوس في الفاضي، أنت ما تعطي فلوس، أنت بخيل، أنت وأنت وأنت، هذه كلها اتهامات فابتعد عنها. طيب رقم 4 عدم اللجوء إلى التهديد، عدم اللجوء إلى التهديد. ترى إذا ما جبت راح أسوي كذا، إذا ما أعطيتني بخلي البيت، إذا ما صرفت ما بسوي الحاجة الفلانية في البيت. ابتعد عن التهديد،
يبتعد عن التهديد. هذه رقم أربعة في أساسيات الحوار الناجح بينك وبين الطرف الآخر. لا تهدد الطرف اللي أمامك، وإنما كن دائما خذ معاه، تجاوب معاه، لا تهدده، لا تقول له والله كذا وبسوي، وإذا ما أعطيتني تراني اليوم ما بي، إذا ما جبت الشغلة فلانية ما في غدا، إذا تأخرت على البيت ترى راح. لا، ابتعدوا عن هذه الأمور جزاكم الله خير، لأن هذه الأمور غير جيدة. أهلا وسهلا بالجميع. طيب، رقم أربعة احترم، عفوا رقم خمسة، احترم الرأي اللي الشخص اللي أمامك مهما كان. خذوا قاعدة رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأيك صواب يحتمل الخطأ. خلوا دائما هذه القاعدة موجودة عندكم، رأي خطأ يحتمل الصواب، ورأيك صواب يحتمل الخطأ. حاول قدر الإمكان أن تحترم الرأي حتى ولو لم يعجبك، حتى ولو لم يعجبك احترم الطرف الآخر، احترم رأي الطرف الآخر ولو كان طفل، لو كان طفل احترم رأي اللي قدامك مهما كان مكانته ومنصبه وسنه أو عمره، احترم الطرف الآخر. هذا يعني نوع من التوافق بينك وبين الطرف الآخر في عملية الاحترام، في عملية الاحترام المتبادل. رقم خمسة أو رقم ستة، حاول تكون عندك القدرة على الإقناع، حاول أن يكون عندك القدرة على الإقناع، والإقناع هو أحد أساليب الحوار الناجح، بمعنى أن لما تريد أن تعرض شيء فلابد أن يكون عندك شيء مقنع. ليش أنت تبين فلوس؟ شو السبب؟ ليش أنت تبين مثلا تشترين القطعة الفلانية؟ ليش أنت تبى تتأخر عن البيت؟ ليش ما تبغينا مثلا نسافر؟ ليش ما تبغي الأولاد يطلعون؟ لازم تكون الحجة قوية لإقناع الطرف الآخر أنه والله فعلا كلامك صحيح، كلامك صحيح. مثلا نرجع للمثال اللي قلناه، زوجة اتصلت لزوجها قالت له والله سلمت عليه السلام عليكم ورحمة الله، أبو فلان إيش حالك؟ طيب إن شاء الله، الله يحفظك وترد لنا بالسلامة إن شاء الله، يعني في موضوع كذا إذا غير مزعج لك والوقت مناسب لك حابة أكلمك فيه. هذه قلنا الاستهلال والمقدمة. الآن العرض أو شو تبغي؟ والله أنا محتاجة مبلغ وقدره كذا كذا، ويعني أبغي للصرف على البيت، البيت ناقصنا كذا وكذا وكذا وكذا، والأولاد يحتاجون إلى كذا وكذا وكذا. هنا في أسلوب للإقناع، لأن الرجل أو الزوج ما يرضى، أنا أقول الرجل، الزوج الرجل مش الزوج الذكر، الزوج الرجل ما يرضى أن بيته ينقصه شيء. فالزوجة لما تطلب هذه الأشياء معناتها في نقص في البيت. ما يعطي، تقول هند ما يعطي، قد يكون يعني في خطأ في التواصل، في خطأ في الطريقة، في خطأ في الفهم، في خطأ في كيفية الطلب، في خطأ عدم تنفيذ الأربع أشياء اللي قلنا عنهم، الاستهلال والمقدمة والعرض والخاتمة. في حاجة لابد أن نحن نراجعها تماما يا أخوان يا أخوات. مثل لما نحن يعني سبحان الله قد يصيب الإنسان شيء معين، و يعني دائما يقول السبب فلان، أو السبب أني ما سويت كذا، أو السبب كذا، أو السبب كذا، ما يرجع السبب في علاقته مع الله سبحانه وتعالى. أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني ركب على الدابة ووقع، أو ذهب إلى البيت ووجد زوجته زعلانة أو حاجة، قال اليوم أنا أكيد قصرت في شيء مع ربي، سواء كنا في الصلاة، يعني سواء كان في الأذكار، سواء كان في
أمور كثيرة من الحياة. طيب نحن لو سألنا أنفسنا كم نحن مقصرين مع ربنا، كم نحن مقصرين في عبادتنا مع الله سبحانه وتعالى. فلما زوجك ما يعطيك أو ما يوافق على ما تريدين، معناته في نقص عندك بينك وبين ربك. راجع العلاقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، راجعي علاقتك بالله سبحانه وتعالى. نحن لما نروح مكان ندعو بهذا الدعاء، ليه؟ شو السبب؟ نريد الله سبحانه وتعالى أن ييسر. نقول اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إذا شئت تجعل الحزن سهلا. قبل ما ندخل أي مكان نقرأ هذا الحديث تيمنا به ودعوة لله بأن ييسر هذا الأمر، لأنه لولا الله لما تيسرت أمورنا. وبالتالي من كان مع الله كان الله معه. فلا تقولين أن الريال ما يعطي والريال ما يسوي والريال كذا، راجعي علاقتك بالله سبحانه وتعالى، ستجدين أن هناك خلل، أصلحي من هذا الخلل وسترين العجب بمشيئة الله سبحانه وتعالى. إذن عملية الإقناع مهمة جدا، في وهي أحد أساليب كذلك الحوار بينك وبين الآخر. لا تحاور شخص وأنت لا تملك الأدوات، لا تحاور شخص وأنت لا تملك الشواهد، لا تحاور شخص وأنت ليس لديك يعني أسلوب في التعامل. هذه كلها أمور مهمة يجب أن تدركها ويجب أن تفهمها. إذن الإقناع مهم جدا. كذلك أثناء المحاورة ابتعد عن مقاطعة الشخص الآخر. إذا تحدث فانصت، لا تقاطع الطرف الآخر أبدا. حاول أن تنصت إنصات جيد وتستمع لما يقول، وحاول أن يعني أثناء الحديث أن تعيد، إذا توقف أن تعيد كلامه، تقول له والله أنت قلت كذا وكذا وكذا، صحيح؟ أنت قلتي لي تبين 1000 درهم، صحيح؟ وقلتي أن تبين تصرفينها على البيت وتشترين كذا وكذا وكذا، صحيح؟ ها، هذا شو معناته؟ معناته أني أنا قاعد منصت وأني أنا محترم كلامك ومحترمك أنت لما تتحدث. ها، فلذلك إخواني وأخواتي من المهم جدا أن يعني هذه النقطة كذلك، عدم المقاطعة للشخص المتحدث أو أن تتحدث وهو يتحدث. هذه نواجهها كثير، أن شخص يعني قاعد يتكلم والشخص الآخر يتكلم، يعني اثنين مع بعض. طيب هذا كيف يفهمون، كيف يوصلون لنتيجة؟ فلا بد من واحد منهم أن ينصت، لا بد من واحد منهم أن ينصت. فلذلك إخواني وأخواتي هذه الأساليب التي ذكرناها هي طرق يعني جيدة لعملية الحوار بينك وبين الطرف الآخر. نعيدها مرة ثانية. 1 الإنصات، رقم 1 الإنصات، رقم 2 الهدوء أثناء الحديث، الهدوء أثناء الحديث، رقم 3 عدم تبادل الاتهامات، عدم تبادل الاتهامات، رقم 4 عدم اللجوء إلى التهديد، عدم اللجوء إلى التهديد، رقم 5 احترام الرأي الآخر، احترام الطرف الآخر، رقم 6 الإقناع، رقم 6 الإقناع، ورقم 7 عدم المقاطعة، عدم المقاطعة أو عدم مقاطعة الشخص المتحدث. هذه 7 طرق لفن الحوار، كيف تتحاور مع الطرف الآخر أو مع الشخصية التي أمام. طبعا يعني في بعض الأمور اللي قد تؤثر سلبا على العملية، عملية الحوار برمتها. أولا يا أخواني أخوات، كون أن الزوج من بيئة والزوجة من بيئة أخرى، هذه كذلك يعني تحدث بعض عدم التوافق للأسف بين الزوج والزوجة، ويحتاج هذا الموضوع إلى مثل ما أسلفنا في الحديث
إلى فهم الإنسان اللي أمامك. عشان أنا أتحاور معاك صح لازم أفهمك، لازم أفهم الشغلة اللي أنت ناوي تتحدث فيها أو تبغي تتحدث فيها. من المهم كذلك أثناء الحوار مسألة أن عدم الجلوس يعني نوع من الغم والهم، وكأن عندك يعني مصيبة الدنيا وكأن مصائب الدنيا على راسك. يعني حاول قدر الإمكان أثناء طرحك للموضوع أن تكون مبسوط بشوش، حتى ولو كانت في إشكالية كبيرة داخل البيت، لا تظل معصب يعني ماخذ موقف وكيف بفتح الموضوع وكيف بتكلم. لا لا لا، خلك عادي جدا جدا، مبسوط مرتاح ماخذ وضعيتك الصحيحة، ما عندك أي مشكلة في الحديث. ليه؟ لأنك أنت مش داخل معركة فيها يا انتصر يا انهزم، لا، أنت في مسألة حوار بينك وبين الطرف الآخر. نجحت أهلا وسهلا، ما نجحت معناته أسلوبي خطأ، طريق تقديمي ما أريد خطأ، فلا بد أن أغير طريقتي مرة ثانية، لا بد أن أغير. كذلك من الأمور المهمة جدا في الحوار هو انتقاء الوقت المناسب أثناء الحوار، لا بد أن تنتقي الوقت المناسب. يعني مثلا تتصل زوجة في زوجها في دوامة، والريال مشغول وعنده يعني موظفين وعنده مراجعين أو عنده كذا وعنده كذا، والله أبغي للبيت وهات والبيت ناقصنا والعيال يبون ومش عارف، الوقت غير مناسب يا مدام يا زوجة، الوقت غير مناسب. خليها عملية الاستهلال، من عمليات أو من طرق الاستهلال ارسلي له مسج، أبو فلان لو سمحت فاضي ممكن أكلمك؟ إذا قال لك نعم أوكي اتصلي، قال لك لا والله أنا مشغول خلاص لا تنسين تفكرين، ما يبي يكلمني، ما يبي يقول لي، ما يبي يجيب للبيت، ريال بخيل وتعطين الأحكام، تصدرين الأحكام على غير هدى. اتق الله سبحانه وتعالى، خلي يكون بين أزواج هذا الاحترام الجميل والرائع. استأذني في أي شيء، استأذن يا زوج، استأذن على زوجتك، استأذن على زوجتي؟ نعم، استأذن على زوجتك إذا أردت أن تحدثها، إذا كانت مثلا في دوامها، كانت مع صديقاتها، كانت في موقف معين، لا تحرجها ويعني بالتليفون أنت وين؟ أنت ليش ما تردين؟ أنت كذا؟ أنت كذا؟ لا، استأذن، أنت تعرف أنها في دوامها، ابعث لها مسج، أم فلان مشغولة؟ ممكن أتصل بك؟ قل لك لا والله أنا الحين عندي يعني مشغولة مع مراجع أو مشغولة مع المدير أو مشغولة مع، خلاص انتهى. تأكد 100% أنها راح تتواصل وياك مرة ثانية، إذا ما تواصلت ما يمنع برسالة ثانية إذا كان الأمر ضروري أنك تنبهها، يا أم فلان تراني أنا أبغيك في أمر ضروري. هذا الاحترام المتبادل مهم جدا، هذا يجعل من الحوار أرضية طيبة، أرضية جميلة. لما تي البيت وتتكلم بطريقة طيبة وسلسة ومرحة بنفس الوقت، الحوار يكون سلس ويتقبل الطرف الآخر. ودائما يا أخواني وأخوات خذوا قاعدة، لا تتكلمون من مبدأ أن أفرض ما أريد على ما تريد، ابتعد عن هذه القاعدة، أفرض ما أريد على من أريد، هذه قاعدة خاطئة. من أنت لتفرض ما تريد على من تريد؟ لا، حتى لو كان زوج وزوجة، أخ وأخت، أب وأطفاله، أب وأبناءه، اليوم ما في هذا الفرض، ما في هذا الفرض. اليوم لابد من النقاش، لابد من الحوار. حتى عيالك في البيت اليوم أنت ما تقدر تأمرهم، ما تقدر تفرض عليهم فرض، لابد من عملية الحوار المتبادل بينك وبين أبنائك، بينك وبين
زوجتك. وصدقني لما يكون اذا كان عندك ابناء وانت قاعد تتحاور مع زوجتك يوميا او بشكل متواصل، الابناء ياخذونها قاعده في البيت. الابناء وراح يجون يقولوا لك اذا انت فرضت عليهم امر، راح يجون يقولوا لك، يقول لك ابوي ليش انت قاعد تتحاور مع امنا ولا تتحاور معانا؟ الاولاد اذكياء. فلذلك لنجعل يعني الحوار منهجيه في الحياه، منهج حياتنا بين الازواج ليكن هذا الحوار. وهذه كانت سمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني في إحدى الغزوات أو عندما حج الرسول صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعني أراد من أصحابه أن يحلقوا شعورهم بعد الحج، أثناء بعدما خلصوا الحج، فرفض الصحابة كلهم أن يعني يحلقون رؤوسهم. فشاور إحدى زوجاته، قال لها، شافته مضايق ومهموم وأن الصحابة يعني ما سمعوا كلامه، فقالت خيرا يا رسول الله؟ قال إن أصحابي لم يسمعوا كلامي ولم يحلقوا رؤوسهم. ماذا قالت؟ قالت ابدأ بنفسك. أعطتها رأي، قالت ابدأ بنفسك، يعني أنت أول شيء احلق. ثم أم سلمة أعتقد، نعم جزاك الله خير أو جزاك الله خير، احلق أنت رأسك وراح يتبعونك هم لأنهم هم أتباعك، ما يفعلون ما تفعل. وفعلا حلق صلى الله عليه وسلم وحلق الصحابة كلهم أجمعون، ويقال أنهم أكثر عن 100,000 شخص. فلذلك عملية احترام الطرف الآخر ورأي الطرف الآخر مهم جدا. لا تفرض شخصيتك، تقول والله أنا الزوج وأنا المفروض يسمع كلامي وأنا المهيمن والمسيطر لا لا لا، اليوم هذا الموضوع انتهى. هذا يمكن كان على أيامنا نحن، يعني على أيامنا نحن، زماننا نحن، نعم كان قد يكون يعني الزوج عنده نوع من الحسم والقوة. واليوم هذا الموضوع انتهى، اليوم العقول تفتحت، الكل متعلم، الكل مثقف، الكل يعرف، الكل حساس. خذوها قاعدة، الكل حساس، زوجة، زوج، أبناء، أصدقاء، إخوان، أب، أم، الكل حساس اليوم. فلا بد أن تكون عندي الطريقة المثلى في كيفية التعامل مع الطرف الآخر واحترام الطرف الآخر. هذه نقاط قد يراها البعض يعني عادية، ولكن هي مهمة جدا في الحوار. إذا اختيار الوقت مهم جدا في عملية الحوار، يعني لا تأتي هكذا بجزافا وتلقي حديثك. هنا سؤال جميل يقول سبب زيادة الحساسية ليه؟ شو السبب؟ ليش الناس حساسين؟ لأن تفتحت العقول اليوم، اليوم النظرة تختلف عما كانت سابقا. اليوم النظرة للخارج أصبحت موجودة، النظرة عند فلان، الله شوف فلان كيف يحترم عياله، كيف يحترم زوجته، كيف يقدر زوجته، كيف يتحاور مع زوجته، كيف يسفر زوجته. فنظرنا لخارج بيوتنا، نظرنا لخارج بيوتنا فتعبنا. لأن قد يكون هذا اللي تشوفونه أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي مثل ما يقال باللغة الإنجليزية فيك، يعني كلها غير صحيحة، غير صحيحة. لكن نحن نظرتنا لهم ان نقول اوه شوفوا فلان كيف يصير ويا عياله ويا عياله وزوجته ويضم زوجته ويقبل زوجته، لكن في الواقع شيء اخر تماما، في الواقع شيء اخر. فاصبحنا حساسين جدا اذا الزوج رفض حاجه، واذا الزوجه رفضت حاجه، ليش رفض؟ انت ما تبغى، شوف فلان، شوف فلانه، شوف كذا. هذه للاسف اللي حاصل اليوم. زادت الاستقلالية بالذات وحرية التصرف وعدم خشية العواقب الشخصية من الأفراد المسؤولين. نعم، هذه بعض الأمور الحقيقة اللي أثرت كذلك سلبا على يعني حوار الناس مع بعضهم البعض، حوار الناس مع بعضهم بعض للأسف. نعم هناك تأثيرات خارجية، هناك تأثيرات خارجية. فوجب اليوم عملية التفاهم، لا بد أن يكون تفاهم في الحوار بين الزوج وزوجته، بين الزوج الأب وأبنائه،
بين الأم وبناتها، لابد أن يعني نأخذ ونعطي بطريقة طيبة وبطريقة يستصيغها الطرف الآخر، وليس بما أريد وإنما بما يريد الآخر. فلذلك إذا نرجع ونقول اختيار الوقت مهم جدا، كذلك بعض الأحيان اختيار المكان، اختيار المكان المناسب، في إذا كان الحوار يحتاج إلى سعة من يعني الفهم، سعة من الفهم، يحتاج إلى مكان هادئ، مكان يعني يكون مميز، مكان يكون له مثلا ذكرى جميلة بين الزوج وزوجته، قد يكون داخل البيت في ركن معين يفتح النفس، مثلا في حديقة ولا في زاوية معينة وهكذا. إذن اختيار المكان كذلك، الحضور كذلك أمام من تتحدث، الحضور أمام من ما فهمت، يا ريت لو تفهمينا، يا ريت لو تفهمينا هذه الجزئية. إذن عملية اختيار المكان جميل، يعني تعطي انطباع جيد وتعطي شعور طيب والنفسية تكون مرتاحة، نعم، ويكون يعني الجو جميل وغاوي، شيء بعد أفضل وأفضل إذا كان وقت جميل وشتاء وبراد وأمطار، شيء رائع جدا. إذن الوقت ثم المكان، الابتعاد، الحضور لا هذا الشرط، نعم نعم جزاكم الله خير بارك الله فيكم. الآن سبحان الله أقول لكم هذه النقطة الثالثة سبقتين عليه جزاكم الله خير، وهو الابتعاد عن الضوضاء، الابتعاد عن الضوضاء، بمعنى أن الابتعاد عن الملهيات، ومن ضمن هذه الملهيات إذا كانوا ناس موجودين آخرين وأنا يعني أبغي أتحدث في موضوع معين، يعني أبغي أتحدث في البيت مع زوجتي في شيء ما يخص الأولاد، أبعد الأولاد، أبعدهم كذا في جانب وأجلس مع زوجتي في مكان وأتكلم وياها، أو مثلا إذا كان حد في البيت من أخوات من إخوان من كذا، أحاول قدر الإمكان أني أنا أخذ مكان هادئ بيني وبين الشخص الذي أريد أن أحاوره. طيب، التفاهم أساسي لاستقرار الأسرة بكاملها، الأب الأم الأبناء والجد والجدة، لا شك في ذلك يا فاطمة، لا شك أن التفاهم هو الأساس في كل الأمور، لكن قبل التفاهم عشان أتفاهم لابد أن أفهم، عشان أتفاهم لابد أن أفهم، لازم أنا أفهم نفسية الجد ونفسية الجدة ونفسية الأم ونفسية الأبناء، أفهمها بطريقة صحيحة عشان أقدر أتفاهم وياهم. لما يجي الجد مثلا ويقول إن ولدك سوى تصرف خاطئ، وأنت من نظرتك أنت تشوفين أنه صح، طيب هل الآن أنت صح ولا يدك صح ولا يدك خطأ؟ إذا قال لك هذا التصرف خاطئ وأنت تشوفينه أنه تصرف صحيح، هنا لابد أن تفهمي أن هذا الجد يتكلم بهذه الطريقة على ما تربى عليه، يعني على فكرة القديم يرى أن هذا التصرف تصرف خاطئ، لكن أنت اليوم على نظرتك أنت اليوم ترين أن التصرف صحيح. إذن لما أفهم الطرف الآخر راح أعذره، راح أعذر الطرف الآخر وحاول قدر الإمكان أني أفهمه أن اليوم الموضوع كذا وكذا وكذا وكذا، واضح؟ إذن عملية قلنا الوقت، المكان، الجو الهادي، الابتعاد عن الضوضاء، الابتعاد عن الملهيات اللي ممكن يعني تلهي عن الحديث فيما أريد أو تعمل نوع من الشوشرة على الحديث. يا حبذا إذا كان الموضوع كبير لا مانع من الهدية البسيطة، لا مانع من الافتتاحية، في الافتتاحية أو في الاستهلال بالهدية البسيطة، إذا أردت أن تفاتح زوجتك في موضوع بس مش موضوع البالي بالك، تعد يعني الهدية تفتح النفوس، الرسول يقول تهادوا تحابوا، تهادوا تحابوا،
والهدية لها وقع جميل على النفس. فإذا أردت أن تتحدث في موضوع معين فجميل أنك يعني لو شيء بسيط، طيب ما عندي، طيب خلي لسانك الهدية، خلي لسانك هو الهدية، كلماتك اختار الكلمات الطيبة، اختار الكلمات المناسبة، خلها هي هذه هديتك. وانت يا زوجة مو بكل حاجة هدايا هدايا هدايا، اذا قال لزوجك كلمتين طيبات كلمتين حلوين ارضى فيهم. طيب انا اعرف انه يقوله بلسانه مو مقلبه، زين انت دخلتي قلبه، دخلتي داخل كذي في أشعة سويتي وشفتي انه مو من قلبه، انت لك الظاهر، فخذي بهذه الظاهر وانبسطي. وانت كذلك يا زوج، كلما كانت الكلمات طيبة ومعبرة من الطرف الآخر فحاول أن ترضى بهذا الكلام وبهذه الكلمات الطيبة بينك وبين هذه الزوجة. إذن أخواني وأخواتي الحضور، عملية الحوار مهمة جدا ومطلب أساسي، وخصوصا اليوم في تفعيل الحياة الزوجية بشكل جيد وبشكل طيب. الأخت فاطمة تقول الكلمة الحلوة لها أكبر الأثر في النفس، لا شك في ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول كلمة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي كلها كل حين بإذن ربها. إذن الكلمة الطيبة لا شك أن لها، خلوا عودوا لسانكم دائما على الكلام الطيب حتى وإن لم تلقه من الطرف الآخر، يعني حتى لو الطرف الآخر ما قال لك هذا الكلام الطيب أنت خل دائما لسانك رطب بهذا الكلام الطيب، لأن الله سبحانه وتعالى سوف يأجرك على هذا الشيء، على هذا الكلام الطيب. ولا تعلم، قد تكون كلمة طيبة تصلح من حال إنسان، قد تكون كلمة طيبة تصلح من حال زوجتك، أو أنت تصلحي من حال زوجك من خلال كلمة طيبة، تصلحوا من حال أبنائكم من خلال الكلام الطيب. فحاولوا قدر الإمكان أن يفتتح الحوار بالكلام الطيب، بالكلام المنمق، بالكلام الجميل، على أساس أن نحن نجد أرضية طيبة للحوار بيننا وبين الطرف الآخر. إذن أخواني وأخواتي الحضور، أعيد الأربع أساسيات للحوار، وهو الاستهلال والمقدمة والعرض والخاتمة. حاولوا قدر الإمكان أن تفعلوا هذه الأربع أساسيات في الحوار بينكم وبين أزواجكم، وتذكروا أن الزواج نعمة من الله سبحانه وتعالى، فلا تهملوا هذه النعمة لكي لا تكون عليكم نقمة، لكي لا تكون عليكم نقمة. فوالله إن كثير من البيوتات منعمين في زواجهم، لماذا؟ لأنهم حفظوا هذه النعمة. وكثير من الأزواج يعني بيوتهم خربة، لماذا؟ لأنهم لم يحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فأصبحت عليهم نقمة، فتجدهم في كل مكان يبحثوا عن حلول للمشاكل، يتصلوا في فلان وفلان وفلان، عندي المشكلة الفلانية وعندي المشكلة، لماذا؟ لأنهم لم يحفظوا المودة والرحمة التي وصفها الله سبحانه وتعالى بين الزوجين. هذا الرباط الغليظ الذي أو هذا الميثاق الغليظ بينك وبين هذه الزوجة لم تحترمه أنت ولم تحترمه هي، وبالتالي أصبح هذا الزواج عليكم نقمة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى في زواجكم، واحمدوا الله سبحانه وتعالى على الزواج، واحمدوا الله سبحانه وتعالى على الأبناء، واحمدوا الله سبحانه وتعالى على الاستقرار. فأنت لديك بيت تسكن إليه، وأنت لديك بيت تسكني إليه، وغيرك يتمنى هذا البيت، يتمنى هذا السكن، يتمنى هذا الاستقرار، ولكن هيهات. فلنتق الله سبحانه وتعالى على النعم التي نحن فيها، ومن ضمنها هذا الزواج. أنا أشكر لكم حضوركم جميعا، أشكر مرة ثانية هيئة المجتمع بدبي، هيئة تنمية المجتمع في دبي، على إقامة هذه المحاضرة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت ولو توصيل القليل من المعلومات لحضراتكم جميعا. أشكركم مرة ثانية
وألقاكم إن شاء الله في محاضرات قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى اللقاء.